في البدء كانت الكلمة، والكلمة اليوم هي كتاب أطل علينا ليحكي لنا فصولا من قصص الآباء والأجداد وملحمة ودروسا في عشق الوطن الذي سكن فينا، حيث رعى دولة الدكتور عبد السلام المجالي رئيس الوزراء الأسبق حفل إشهار كتاب أسماكية وعشائرها الحجازين والعكشة لمؤلفيه الدكتور نائل عيد حجازين والأستاذ أيمن فايق حجازين، وبحضور وزير الثقافة الدكتور عادل الطويسي والمؤرخ الباحث الدكتور رؤوف أبو جابر والدكتور يوسف القصوص وعدد من الكهنة والراهبات وجمع غفير من المدعوين والمهتمين. أردن أنت الهوى والعشق والأرب، يا قلعة حدثت عن مجدها الكتب، والجيش في رمض الصحراء مبتهج يحمي الحمى يقظ للوعد مرتقب، الفكر في الكرك النجلاء متقد، والمجد في الكرك الشماء والحسب، أبا الحسين إذا أودى بنا جدب أتيت والجود من كفيك ينسكب. حفلنا الكريم لكل مجتهد نصيب كما يقال، ودائما من يسعى إلى العمل والجد ويلثم رحيق النجاح يعتاد عليه، فعشيرة الإحجازين والعكشة أفرزت من هم بالفعل نخبة يمتازون بأدب رفيع وعلم مؤجج وخلق كان دوما يشهد له، وأيضا أفرزت نخبة من المتعلمين ومن المشاركين في هذا المجتمع الذي هو لبنة أساسية لحياة فيها كرامة الإنسان أغلى ما نملك، وفيه الإنسان الذي يعمل ويجتهد ويصبو إلى ما يريد يحقق ما يريد. إنها التقاليد الأردنية الكريمة والأصيلة التي تجمعنا في هذه الأمسية للاحتفاء بإصدار علمي يوثق تاريخ عشيرتين وبلدة أردنية قام بإنجازه صديقان لهما كل التقدير والثناء، وهما دكتور نائل الحجازين والأستاذ أيمن الحجازين، حيث يبدو حجم الجهد البحثي الكبير الذي بذل في إنجاز هذا المؤلف سواء في البحث أو جمع المعلومات وتوثيقها، ما جعل هذا الكتاب وثيقة تاريخية واجتماعية وجغرافية تعتز بها المكتبة الأردنية، وستكون بمثابة مرجع يشفي نحم الباحثين وطلاب المعرفة. أما المكان الذي يتصدى لبحثه وتوثيقه هذا المؤلف أي أسماكية، البلدة الأردنية الجنوبية الكركية التي كلنا على يقين أنها تقع على تضاريس أفئدة الأردنيين ومنزلتها في حدقات العيون، فهي مثال للبلدات الأردنية التي تحتضن الكثير من الغنى التاريخي وإرث اجتماعي وثقافي لا يقدر بثمن. تضمن الكتاب الذي يقع في 280 صفحة من الحجم المتوسط عرضاً لبلدة السماكية والقرى المحيطة بها وتاريخ العائلات التي سكنت فيها والتي تعود أصولها إلى شمال الجزيرة العربية وجنوب المملكة الأردنية الهاشمية، والحكايات والقصص التي رافقت استقرارهم في هذا المكان، حيث بيّن الكتاب التطور التاريخي والاجتماعي والاقتصادي والعمراني التي مرت به بلدة السماكية وانخراطها في الكنيسة الكاثوليكية. احنا سعيدين جدا اليوم بإطلاق الكتاب السماكية وعشائرها، يعني حقيقة هذا الكتاب الأول تم إصداره، ونتمنى أنه ما يكون آخر كتاب، لأنه يعني توثيق التاريخ بحاجة لبحث وتحري، فإحنا اجتهدنا بالبحث والتحري، وإن شاء الله أنه يكون ليس آخر عمل، إن شاء الله في طبعات أخرى. وأهم ما أشار إليه الكتاب والمتحدثون
هو دور أبناء السماكية في المساهمة في بناء الوطن وانخراطهم في مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة بإخلاص وعطاء وتميز يشهد له القاصي والداني. ويكفي السماكية فخراً أنها قد قدمت زمرة من رجال الأبطال من رجالها الأبطال شهداء على مذبح الوطن، وأن ثلة كبيرة من شبابها الأشاوس قد شارك في الحروب والثورات دفاعاً عن حمى التراب الوطني، وما يزال شبابها وشاباتها يتنافسون في خدمة هذا الوطن من خلال تبوئهم سدة المناصب. فمن السماكية يخرج السياسي المناضل والقاضي العادل والوزير الحاكم والنائب المشرع والكاهن والأكاديمي والفنان والاقتصادي المبدع، فلا تكاد تخلو أي مؤسسة أو دائرة حكومية من وجود تمثيل مشرف لعشيرتي العكشة والحجازين ضمن كوادرها وأجهزتها العاملة. وفي كلمة لراعي الحفل أشاد المجالي بالعلاقة الأخوية المتينة والمتحابة التي تربط العشائر الأردنية بعضها بعضاً والعيش المشترك فيما بينهم، موجهاً نداءه للآباء والأبناء في التشبث والارتباط بالأرض وبقراهم. إخواني وأخواتي، أتشرف هذه الليلة بأن أكون مشاركاً في هذا الحفل، خاصة في الموضوع المطروح وهو تخليد اسم السماكية العزيزة علينا جميعا. مجرد أن أكون شريكا شعرت بالاعتزاز والفخر، فلكم الشكر الجزيل على دعوتي أن أكون شريكا، ولكن لا بد لي من قول شيء أساسي. لا يكفي إطلاقاً أن نتفاخر بقريتنا، نحن يجب جميعاً أن نتفاخر بعملنا وما نقدم لهذا الوطن. وأنا أعتقد أن قرية السماكية قدمت عديد من الإخوة الذين قاموا بأعمالهم وخلدوا هذا الاسم وخلدوا أسماءهم. إنني أرجو وألح بالرجاء على كل الإخوة الذين ينتمون إلى أي قرية في هذا البلد العزيز أن يبنوا في بيوتهم في قراهم ولو كلفت شيئاً بسيطاً، لكي يكون الارتباط فعلاً ارتباطاً مادياً وعقلياً، وإلا سوف تمحى هذه الأمور مع الزمن. من هنا جاء احتفاؤنا بهذا الكتاب للتأكيد على أهمية توثيق التراث الثقافي والإرث الاجتماعي الإنساني للمجتمعات لتكون جسراً معرفياً لأبنائنا وللأجيال القادمة. الاحتفاء بإصدار كتاب حول بلدة السماكية وعشائرها في محافظة الكرك كان بمثابة دعوة مهمة للأردنيين للاهتمام بالقرى والبلدات الأردنية وحفظ التراث الثقافي والاجتماعي وتوثيق هذا التراث. نحن بحاجة ماسة لتوثيق هذا التراث وتقديمه للأجيال الجديدة، وللاحتفال ببلدة السماكية بالتحديد معنى مختلف ومهم، يقدم شهادة مهمة على العيش المشترك وثقافة التسامح الموجودة بالمجتمع الأردني. لقاء ثقافي أدبي أردني وطني يمثل المعيشة والتعايش والمحبة، يمثل جذور الأردن التاريخية بتوثيق يعني عشيرتين بسماكية، نحتاج إلى هذا التوثيق يعني في كل قرانا الأردنية. وفي ختام الاحتفال قدم الحضور شكرهم وامتنانهم لصاحبي الكتاب، مباركين جهودهما في إنجاز هذا العطاء الكبير الذي يوثق حقبة من تاريخ الوطن. وجرى في حفل الختام توزيع نسخ من الكتاب على كافة الحاضرين.
بحكي للدكتور نايل والأستاذ أيمن الله يعطيهم العافية، هم بكتابهم هذول بنوا بناء عظيم، وهذا إنجاز لعشائر الكرك وعشيرة بالذات، يعني عشيرة العقشي والحجازين، أو الحجازين والعقشي كنا عيلة واحدة، ثبتهم، وهذا بثبت أنه إحنا جزء من هذه الهوية، الهوية الوطنية، الهوية الأردنية. ونتمنى للأردن أن ربنا يبعد عنه في هذه الظروف كل المحن وكل الفتن، وكل عام أنتم بخير ومبروك، عقبال عند كل العشائر الثانية تعمل كتب، وفي الأخير يطلع عنا كتاب واحد اسمه الأردن وعشائر الأردن. أشكر معالي الوزراء، أشكر العطوفة، الراهبات، الخواني، الحضور الكريم الذي شاركنا اليوم في إشهار كتاب السماكية وعشائرها، كان له الأثر في قلوبنا وزادنا بهجة وسرورة، وأحسسه بالفرح والمسرة من وجود هذا الجمهور الطيب الذي أثلج صدورنا.